بالسم. صحتك بيدك. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي مع ضيفنا الدكتور ناصر دعبول، استشاري أمراض الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية في مجمع نايس كير الطبي في دبي. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. دكتور ناصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هو مرض معدن يصاب إحنا جميعا كل شتاء ومع تغير الطقس وحتى في الصيف دكتور؟ طبعا ممكن بأي، بس بشكل خاص يعني أكثر بالفصول الباردة. نعم، طيب تعرف عن هذا المرض اللي طبعا جميعنا صغارا وكبارا جربنا وما زلنا أيضا نعاني معه، تفضل. طبعا بالنسبة للإنفلونزا يعني تعرف باسم النزل الوافدي أو الجريب. نعم، هو عبارة عن مرض معدي بشكل شديد تسبب فيروسات مخاطية. أعراض هذا المرض يمكن أن تكون خفيفة أو ممكن أن تكون قوية جدا. من أهم الأعراض ارتفاع الحرارة، سيلان الأنف، ألم بالحلق والبلعوم، ألم بعضلات الجسم، صداع، سعال، ممكن تعرق وقشعريرة، أيضا تعب ووهن عام. عند الأطفال أيضا ممكن أن تظهر بعض الأعراض الأخرى كالغثيان والإقياء نتيجة التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي. عادة تبدأ الأعراض بعد يومين تقريبا من التعرض للفيروس، وقد تستمر بشكل عام مدة 5 أيام أقل من أسبوع، لكن السؤال أحيانا قد يستمر أسبوعين أو أكثر. بالنسبة لهذا المرض له مضاعفات يعني أو اختلاطات ممكن أن تصيب المريض فيه، من أهمها التهاب الرئة الفيروسي أو الجرثومي الثانوي، أيضا التهاب الجيوب، وممكن عند بعض المرضى الآخرين تفاقم الربو أو تفاقم الأمراض القلبية الموجودة سابقا. هلأ إذا بدنا نحكي عن أسباب هذا المرض أو أسباب الإنفلونزا، في عنا طبعا سببه فيروسي، في عنا 3 أنواع معروفة من الفيروس اللي هن الـ A والـ B والـ C. كيف بينتقل هالمرض؟ بينتقل هالمرض عن طريق الهواء من السعال أو التعطيس. شخص مصاب بيسعل أو بيعطس فبينقل للأشخاص اللي حواليه. وايضا ممكن يعني ايضا هالفيروس يتوضع على ادوات كالمعالق، كادوات الاكل، ادوات الحلاقه الى اخره. فاذا حطينا ايدنا على شخص سليم حط ايده على هالادوات الملوثه ممكن ان ينتقل له الفيروس، وخاصه انه اذا بعد ما حط ايده عليهم حط ايده بتمه او انفه او فرك عيونه. نعم. طيب اذا نشوف انه الوقايه كثير مهمه، غسل اليدين بالماء والصابون بقلل الصابون من خطر العدوى لانه بيقتل الفيروس. وايضا ضروري نستعمل القناع الواقي او المسك لتجنب العدوى. هلا كثير من المرضى بيسالونا انه لازم ناخذ اللقاح او ما ناخذ. الشيء المؤكد انه نحن يجب اعطاء اللقاح السنوي لكل من يتعرض للفيروس، وهو قد يكون فعال ضد بضع انواع من الانفلونزا الموجوده في كل عام. يعني معناتها لقاح الانفلونزا هذه السنه لا يفيد في السنه القادمه، ولقاح السنه القادم الماضي لا يفيد هذه السنه، لأن الفيروس يتطور ويختلف من عام إلى آخر. نعم. تطور الموضوع واضح. نعم. طبعاً. نحكي عن الإنفلونزا شو عملت يعني كتاريخ، يعني مشان المستمع يدرك. نعم. أهمية الإنفلونزا بدنا نقول إنه كل سنة بينصاب بالعالم أكثر من 5 ملايين شخص، يعني هذا الحد الأدنى. وقد تكون هذه الإصابات إصابات شديدة. وقد تكون قاتلة أيضاً في بعض. يحدث سنوياً وفاة من 250,000 شخص بسبب الإنفلونزا واختلاطاتها. بسبب الإهمال طبعاً. عند الكبار بالسن، عند المصابين بأمراض أخرى هامة كالربو أو قصور القلب أو السكري أو أمراض نقص المناعة، وأيضاً الأمراض العصبية والكلوية. التاريخ في القرن الحالي حدثت 3 جائحات خطرة في العالم. أول واحدة كانت اسمها الإنفلونزا الأسبانية، حدثت عام 1918 سببت وفاة 50 مليون شخص. شوف الرقم 50 مليون شخص. بالعام 1957 أيضا حدثت جائحة أخرى اسمها الإنفلونزا الآسيوية سببت وفاة 2 مليون شخص. في العام 1961 أيضا حصلت
جائحة بإنفلونزا اسمها إنفلونزا هونغ كونغ سببت وفاة مليون شخص. ومثل ما بنعرف كلياتنا أنه في العام 2009 تم تفشي نوع جديد من الإنفلونزا اسمه H1N1 تعرف نعم نعم إنفلونزا الخنازير، وظهرت بعدها إنفلونزا الطيور وأشكال أخرى عديدة من الإنفلونزا. هذا أهم شيء. إذا بتحب نحكي عن العلاج أو الوقاية إذا في وقت. لا طبعا في وقت عندنا طبعا طويل، وخصوصا أنه يعني رح نحكي ليس فقط عن الإنفلونزا وإنما أيضا عن الأشخاص اللي عندهم يعني أو يقعون تحت دائرة الخطر، يعني مثل كبار السن والأطفال الصغار وأيضا الأشخاص اللي عندهم ربو وعندهم حساسية طبعا. لكن في البداية خلينا نوضح يعني أو نطرح بعض الأسئلة دكتور. نعرف نحن طبعا هناك فترة زمنية ما بين يعني التقاطي للفيروس وما بين ظهور الأعراض، وسؤال متى يمكن يعني أن أنقل أنا المرض للآخرين من حولي دكتور؟ عادة إذا بدنا نكون دقيقين في الجواب نعم. بعد حوالي يومين نعم. يعني اليوم واحد عطس بوجهنا وهو مصاب بالإنفلونزا أو الفلو أو الجريب اللي بدك إياه سميها نعم. بعد يومين ستظهر عند الشخص إذا التقط هذا الفيروس سيظهر عنده أعراض الإنفلونزا نعم. يعني بكل بساطة نعم. ودائما نعم. طبعا التركيز مثل ما ذكرت دكتور التركيز على الوقاية وأيضا على أهمية غسيل اليدين نعم. الوقاية والعلاج نعم. طبعا سنتكلم أيضا عن الوقاية والعلاج، لكن خلينا أيضا نستعرض بالنسبة للأعراض. يعني في بعض الأشخاص دكتور يعني يعاني مثلا من السعال، لا يظهر لنفترض سيلان الأنف بشكل واضح، ما هي الأعراض بالتفصيل؟ الأعراض بشكل أساسي نعم. بما أنه مرض فيروسي يعني مرض خمجي فبده يسبب ارتفاع حرارة إذا الشخص مناعته طبيعية، ارتفاع الحرارة وأيضا مع أعراض يعني ظروف تنفسية علوية كسيلان الأنف وألم الحلق والبلعوم، وطبعا بيكون في أعراض أخرى صداع، ألم عضلات، سعال أحيانا يستمر فترة أطول، يعني تعرق، قشعريرة يعني هي نسميها بردية، وتعب وهن عام، يعني هاي أعراض نعم. لازم نميز بينها وبين أحيانا الإصابات الأخرى الرشح التحسسي أو إلى آخره الرشح العادي، لأنه هاي تختلف يعني عنها نعم. وطبعا ألم العضلات والمفاصل يعني عادة تكون أيضا مزعجة حقيقة، سواء كان الشخص الذي يعني منها صغيرا أم كبيرا. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. موضوعنا عن الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي مع ضيفنا الدكتور ناصر دعبول استشاري أمراض الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية في مجمع نايس كير الطبي في دبي. طيب الأشخاص اللي بيكون هذا المرض أو هذه الإصابة خطيرة عندهم دكتور من هم؟ نعم هلأ نحن طبعا هذا الشيء رح نذكره نحن بالوقاية وطرق الوقاية، وحنذكر إمتى بيكون في خطورة عند بعض الأشخاص ومين هم هاي الفئة من الأشخاص اللي ممكن المرض يكون خطر عندهم. طبعا أهم شيء بالوقاية هو أخذ اللقاح السنوي الذي يؤخذ من فيروسات الإنفلونزا الذي تثبت البحوث أنها أكثر انتشارا هذا العام، وهو عبارة عن فيروسات بتكون حية بعدين بتصير مضعفة أو ميت. هذا هو اللقاح، عبارة عن فيروسات نفس المرض مضعفة أو ميت. هلأ لمين يعطى اللقاح؟ يعطى اللي حكيت اني تفضلت انت حكيت عنهم اللي هني فئة خاصة من مرضى السكري نعم. مرضى القلب، مرضى الربو، مرضى القصور التنفسي، مرضى الناقصين المناعة واللي عندهم أمراض عصبية، مرضى القصور الكلوي والأمراض الأخرى. ومن المهم والضروري نقطة هامة انه أخذه من قبل الحوامل، الحوامل لازم يأخذوا لقاح الفلو أو نعم. الجريب، والأطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات. طيب متى؟ وأيضا الأطفال هلا يعني أحيانا ممكن يكونوا لعمر 18 سنة إذا كان عم يأخذوا علاج منقص للمناعة أو عم يأخذوا علاج بالأسبرين. نعم. أيضا ضروري يؤخذ اللقاح من قبل الأشخاص اللي عمرهم فوق 50 سنة أو العاملين في الرعاية الصحية مثل المستوصفات والمشافي والعيادات. اللقاح ليس فقط آمنا وفعالا لدى هؤلاء المرضى بل أنه موصى به بشدة، يعني لازم ضروري يأخذه. بس متى السؤال؟ يعطي اللقاح في شهر أكتوبر من كل عام نعم. ولكن يمكن أخذه أيضا طوال فترة الشتاء. إمتى ما بنعطي اللقاح؟ إذا كان مثلا الشخص عنده حرارة، عنده حالة التهابية، عنده هذا أو إصابة فيروسية ما بنعطيه.
طفل تحت 6 أشهر ما بنعطيه اللقاح. بعض المرضى بتحسسوا من اللقاح ما بنعطيهم إياه. بعض المرضى عندهم تحسس شديد من البيض أو حساسيات يعني ما بنعرف شو أنواعها ما بنعطيهم إياه. نعم. طبعا الفرق بين الكبار والأطفال إنه الكبار بياخذوا جرعة واحدة من اللقاح بينما الأطفال بياخذوا جرعتين من اللقاح بفارق بين الجرعة والثانية 4 أسابيع، وخاصة إذا كان أول سنة عم يأخذ اللقاح. طيب طبعا سنتحدث أيضا بالتفصيل عن الوقاية وعن اللقاح، متى أيضا يأخذ إذا أردت أن أذهب إلى سفر على سبيل المثال إلى بعض الأماكن، متى يجب أن يأخذ اللقاح. مع ضيفنا الدكتور ناصر دعبول استشاري أمراض الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية في مجمع نايس كير الطبي في دبي. دكتور ناصر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب عندي عدد من الرسائل وعندي أيضا اتصال للأخ هشام. ألو السلام عليكم أخي العزيز. السلام عليكم. يا مرحبا اهلا وسهلا فيك تفضل. مساكم الله بالخير يا مساء. تفضل يا اهلا وسهلا. الله يسلمك. بس في هذا الوقت طبعا لسه بعد شويه يوم يمكن الضباب الجوي يصير عندي ضيق بالنفس، الا اروح احط اكسجين كل سنه نفس هذا الوقت يعني. طيب الحين الحمد لله ما اجت. نعم. حتى يوم يصير معايا امرض او شيء اروح المستشفى معاك ربو اقول لهم لا ما معايا يمكن خفيف ربو، بيخافوا انه يعطوني ابره هي والتارين. بيقول اذا ما بتستعمل البخاخ تبع الربو على طول مشكله نعطيك ابره الفستان، يعني في بعض الامراض تحتاج هاي الابره تخفف الوجع. نصيحة من الدكتور يعني. طيب خليك معي دكتور ناصر. سمعت الأخ هشام؟ ما سمعت السؤال، ممكن تعيد السؤال؟ طيب وطبعا كان الصوت كتير واضح، وعم بيقول كل ما صار في موضوع ضباب يعني الطقس صار في ضباب وهيك فيصير عنده متاعب، ولما بيذهب إلى العيادة أو إلى المستشفى فبيسألوا هل عندك ربو، طبعا هو ما عنده ربو وبيخافوا يعطوه أدوية يعني الفولترين أو الأدوية الأخرى. والأخ هشام معنا بعده إذا بتحب تسأل أي سؤال. شو السؤال يعني؟ عم يعرض قصته وبده نصيحة. أخي هشام معنا؟ أيوة نعم. طيب أنا بدي نصيحة من الدكتور يعني بهذا الوقت من شو أبتعد أو كيف يعني شو أسوي؟ نعم للوقاية. يعني هذا الوقت مضايق كثير يعني، حتى مرات صرت أتعب بالقصف أو الجري شوية ترعي بزيط. طيب عملت شيء فحوص يعني لما أنت كنت رحت. نعم المشكلة أنه ما عندي بطاقة ضمان أو تأمين. نعم. حتى أقدر أكمل العلاجات طلبوا مني شغلات مو مشكلة. طيب مو هذا الموضوع يعني إن شاء الله نساعدك فيه أيضا، إذا بتترك رقمك عند زميلة نبيلة بتواصل معك بعد البرنامج. طيب دكتور ناصر. نعم نعم نعم. يعني بيروح بياخد إبرة أول شيء ما عرفت شو هالإبرة هاي، وإنه بيخافوا لا يكون مثلا عنده ربو أو نعم ما عم يعطوا الفولترين، بيخافوا إنه يكون عنده ربو، وطبعا هو ما عنده ربو هو عنده نوع. شو حتى ياخد فولترين يعني إذا ما كان عنده حالة الطلب إنه ياخد الفولترين يعني سواء إبرة بالعضل أو طيب لنطرح طيب لشو حتى ياخده يعني. نعم. مجرد تعرض للأغبرة أو لل طيب. الأبخرة أو للغبار ما بيتطلب إنه ياخد إبرة فولترين أو شيء يعني، بدي نفهم بالضبط شو مشكلته المريض يعني. طيب أنا عنده حساسية من أشياء معينة لنحدد شو هي. طيب فيك تسأله هو معنا الأخ هشام معنا، تفضل اسأله دكتور ناصر. راح الأخ هشام. تفضل. طيب يبدو انقطع الاتصال. طيب خلينا نسأل السؤال بشكل عام، شخص لديه يعني في مثل هذه الأيام خصوصا لما بيكون في ضباب وبيصير في يعني تغير بالطقس بيعاني من بعض المشاكل، فماذا ننصحه لتفادي هذه المشاكل اللي هي يعني تكون قريبة لنوبة الربو دكتور ناصر؟ معناته هذا مريض تحسس يعني أو مريض حساسية. نحن حلقة سابقة سبق وحكينا عن الربو والحساسية، بس بكل الأحوال يعني هيك مريض بده أول شيء يتم تشخيصه أنه هو مريض ربوي أو مريض حساسية، يعني بده ينفحص بده ينشف. الوقاية طبعا مهمة، مريض الحساسية أو مريض الربو لازم يتجنب الأبخرة، الغبار، تلوث البيئة، الأجواء اللي فيها تدخين، أجواء الملوثة، كل هذه القصص. ولا يجب أن يكون يعني قيد العلاج يعني، لازم مفروض بعد ما يشخصه الطبيب يضعه على علاج يعني. طبعا حتى المرضى اللي عندهم ربو متقطع بيستعملوا العلاج اللي هو التأثير قصير أو الشورت أكتينج بنسميه، اللي هي البخاخات عند اللزوم لما بيتعرض لأغبرة أو بيتعرض
اشياء بتسبب له تشنج بالقصبات او يعني بتحسس، فبيستعمل اللقاح الموسع يعني. فما كنا نحن نوصف ادويه هيك الا ليكون المريض يعني مفحوص ومعروف شو مشكلته ومحدد بدقه شو هو يعني. وهي طبعا مهمة جدا دائما نركز عليها في برنامج بلسم، كتير مهم أن يتم تقييم المريض لدى الذهاب إلى الطبيب، تقييمه كاملا من كل النواحي يعني، وبالتالي أن أصل إلى معرفة السبب الذي أدت لحدوث هذه المشكلة. حينما نعرف السبب يبطل العجب. طيب هل بالنسبة للإنفلونزا يعني نحن طبعا حكينا عن طرق الوقاية، لم نتكلم عن العلاج، وأكيد مستمعين سيسألون عن العلاج. بتحب في وقت عنه ولا ننتظر في عندنا وقت وفي عندي رسائل. رسالة تقول طيب. السلام، خلينا نحكي عن العلاج مشان ما يرجعوا يسألونا يعني كمان نفس الأسئلة، وإذا في أسئلة متعلقة بالعلاج. طيب خلينا بالتطعيم هلا، التطعيم رسالة عن التطعيم، ويعني لأنه اللي بيرسل الرسالة يمكن بعد شوي ما يكون معنا دكتور، فمن حقه أن يسمع إلى الجواب. السلام عليكم، هل التطعيم آمن للأم المرضعة؟ بالطبع يعني اللقاح الفلو آمن يعني، ونحن الأطفال اعتبارا من عمر 6 شهور بنلقح حتى الطفل. المرأة الحامل لما بتتلقح تعطي مناعة للجنين، وحتى يعني بيستمر لبعد ما يصير عمره الطفل 6 شهور، فلذلك الحوامل موصى بشدة بالإعطاء اللقاح. والمرضع المرضع المرضع بشكل عام يفضل في يعني في الأشهر الست الأولى ما تأخذ اللقاح. نعم طيب. مثل ما أيضا كنا يعني نريد أن نسأل، لو أردت أنا السفر إلى دولة من الدول أو إلى مكان من الأمكنة، وهل يعني أو متى يجب أن أخذ اللقاح؟ المدة الزمنية الفاصلة ما بين قبل السفر أو قبل التعرض لهذه الأعراض، ممكن تأخذه قبل فترة قصيرة ما في مشكلة يعني، قبل بضع أيام أسبوع ما في مشكلة. حاليا يعني طبعا مثل ما بتعرف كمان في موسم الحج لما بيكون هذا اللقاح ينطى لكل المرضى، لانه بيكون في عدد هائل اماكن ازدحام، نعم في ناس مصابين بالانفلونزا، فحتى ما ينتقل هالمرض المفروض المسافر او الحجيج يكون اخذ هذا اللقاح يعني، وهذا الشيء مطبق عمليا يعني. نعم. ممكن قبل بضع ايام تاخذه ما في مشكله يعني، مو شرط يعني تاخذه لفتره طويله. طيب نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. موضوعنا عن الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي مع ضيفنا الدكتور ناصر دعبول، استشاري أمراض الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية في مجمع نايس كير الطبي في دبي. طيب دكتور، العلاج كيف؟ نعم. العلاج هو بسيط، يتضمن بالدرجة الأولى إعطاء السوائل أو شرب السوائل بكمية كبيرة. مثل شو؟ مثل الماء، الشوربات، عصير الليمون، زنجبيل مثلا، الأعشاب، بابونج إلى آخره، العسل. بس كيف؟ ممكن نأخذ المسكنات مثل البنادول أو البروفين، باراسيتامول، البروفين إلى آخره. ممكن أيضا مضادات السعال. من الأشياء الهامة إنه الراحة والاسترخاء التام، يعني ما نعمل رياضة وجهد كبير خلال فترة الأسبوع اللي بنكون فيها مصابين بهالفيروس. من الأشياء المفيدة أيضا إنه نستعمل تبخيرة أو مرطب بالماء المغلي والبابونج. ممكن نستعمل كمادات دافئة على الأنف والجبين. أيضا ممكن نعمل غرغرة بالماء والملح، ولكن عدم بلع هالماء والملح لأنه بعدين بيأذي، وذلك ليتم طرح المواد المقاطية وفتح الأذن. وكذلك ممكن أيضا استعمال غسول الأنف واستعمال أقراص المضغ للبلعوم. أيضا خلال فترة المرض لازم نتناول طعام صحي وغني بفيتامين سي وفيتامين إي، ونقلل من السكريات. أيضا من الأشياء الهامة الامتناع عن التدخين والأجواء الملوثة واللي فيها أغبرة خلال الفترة هاي. مهم أيضا الحفاظ على النظافة الشخصية وعدم فرك العينين أو وضع اليد بالفم أو الأنف، وغسل اليدين بالماء والصابون مثل ما حكينا بشكل متكرر. أيضا الراحة من الأشياء الهامة، والنوم بساعات كافية ليلا. موضوع المضادات الحيوية كثير بيسألونا، لازم نأخذ دواء التهاب، وكثير مرضى بيشتروا لحالهم دواء التهاب ويأخذوا. بشكل عام إذا كانت الإنفلونزا غير مضطربة ما في ضرورة لاستعمال الأنتيبيوتيك، وهذه النقطة أنا كثير حبيت أركز عليها، لأنه بنشوف كثير مرضى اللي مصابين بالفلو أو الإنفلونزا بيروح لوحده بيشتري أثقل أدوية الالتهاب وبيأخذها، وحتى ما بيأخذها بشكل منتظم، بيوقفها قبل كمان ما يكون أخذ الفترة الكافية. ومشان هيك نحن أن كثير ملاحظات على استعمال الأنتيبيوتيك بالفلوها اللي هو مرض فيروسي لا يتطلب إذا لم
يصاب باختلاط او شيء لا يتطلب الانتيبيوتيك. في بعض الدول يستعملوا في معالجه مثلي اسمها او هوميوباتيك. نعم. وايضا هذه ممكن في السفر تستعملها. الدواء في دواء اسمه اوسيلو ثبت انه فعاليته جيده، يعني في بعض الدول يستعمل بشكل كبير. هلا مضادات الفيروس مثل ما بنعرفها، وخاصه هذا اللي انتشر بالفتره الاخيره التامي فلو، كمان لازم بس الطبيب يوصفها. مضادات الفيروس ومضادات الالتهاب الانتيبيوتيك لازم بس الطبيب يوصفها في بعض الحالات الخاصه، ويكون في ضروره لاعطاء الدواء. طبعا اعراض الفلو العاديه بعد ما المريض يعمل الراحه والسوائل والمسكنات العاديه وهيك اكثر من اسبوع، يجب استشاره الطبيب ومراجعته بالعياده لاعطاء التوجيهات وفحص المريض وشوف اذا صار في شيء عنده اختلاط على الموضوع. نعم، طبعا هناك اسئله عديده عن العلاج، وايضا سواء كان الادويه المضاده للفيروسات وايضا المضادات الحيويه والفيتامينات، لكن بعد الفاصل يجيب عنها الدكتور ناصر دعبول استشاري أمراض الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية في مجمع نايسكير الطبي في دبي. دكتور ناصر السلام عليكم. عليكم السلام. طيب، هناك عدد من الأسئلة حول العلاج، بالبداية طبعا عن الأدوية المضادة للفيروسات دكتور، أو للأنتيفلو، يعني كثير من الأشخاص ربما يحصلون عليها بطرق مختلفة سواء من الصيدليات أو من غيرها، أليس لهذه الأدوية تأثيرات جانبية دكتور؟ طبعا ما في دواء الا في له تاثيرات جانبيه. نعم. بالنسبه للدواء اللي شائع اكثر شيء متوفر هو التاميفلو، يعني لا ينصح باعطائه الا من قبل الطبيب، لانه بالاحوال العاديه ما بيتطلب الفلو العادي يعني او الانفلونزا العاديه انه ناخذ مضادات فيروسيه. بس اذا كان مريض عنده نقص مناعه شديد او عنده امراض يعني هامه اخرى، ممكن في الحالات لما ينصاب في الانفلونزا ممكن يكون تحت اشراف الطبيب. بالاساس هذا المريض يقبل في المشفى ويوضع تحت العلاج، ومن ضمن العلاج ممكن انه نعطيه التاميفلو لفتره بضع ايام، يعني حبه صباحا حبه مساء، بضع يعني تقريبا من 5 ايام يعني. طيب التاثيرات الجانبيه ما هي دكتور؟ لو انه ياخذ بس اي مريض يصير عنده فلو يستعمله، هذا خطا يعني. طيب هلا في اشخاص ممكن يسبب مقاومه على الفيروسات بشكل عام وما يعود اي دواء يكون يأثر يعني عليهم. نعم، هلا في أدوية كثير في الصيدليات موجودة، ويعني يذهب عادة المريض إلى الصيدلية ويشتري، يعني كأنه عم يشتري خضار وفواكه وغير ذلك، يعني على شوية فيتامينات. هل الفيتامينات ضرورية؟ هل مضادات الاحتقان ضرورية؟ هل وأحيانا ممكن يتناول بعض الأدوية قد يعني تؤثر مع بعضها بشكل سلبي، ويكون في أشخاص بياخذوا هذه الأدوية بيصير عندهم جفاف، بيصير عندهم حتى يعني ميل للنعاس دكتور؟ نحن مثل ما حكينا أنه مو كل الأدوية، أنه بشكل أساسي المفروض نحن سوائل وراحة والباراسيتامول يعني مشان الحراره والالم، وبعض الحالات ايضا ممكن البروفين. بالنسبه لمضادات الاحتقان ما ثبت انه لها دور. بالنسبه لحكينا موضوع مهم هو الغرغره بالماء والملح دون ان نبلعها، هي لانها بتزيل تراكم الطبقات المخاطيه الموجوده بالهذا. التبخيره مهمه. بالنسبه لموضوع يعني الادويه الاخرى ما في لها اي. بالنسبه لمضادات السعال طبعا مهمه، لانه احيانا السعال بيكون مزعج فلا بد من وصف ادويه السعال يعني. بس بشكل عام يعني نحن مثل ما بنعرف يعني انه كان في مثل قديم يقول انه انعالجت بدك اسبوع، واللي ما عالج بدك اسبوع بدك 7 ايام، فبالمحصله هني واحد يعني. اما المفروض المريض اذا كان مناعته طبيعيه وهيك بيشفى بسرعه وما بيحتاج لياخذ كل هالادويه هاي، وخاصه الادويه اللي لها تاثيرات جانبيه اللي بتسبب نعاس، اللي ما بيعود المريض يقدر يقوم بعمله اليومي او يعني الى اخره. فمفروض ما ياخذ اي دواء الا باستشاره الطبيب يعني. طبعا اقراص المضغ للحلق ممكن تفيد مثل ما حكينا، التبخيره ممكن تفيد، العسل، السوائل، البابونج، الزنجبيل الى اخره، كلها هاي من الاشياء الهامه اذا ترافقت مع الراحه. الفيتامينات يعني ما في مشكله اذا اخذ المريض، وخاصه فيتامين سي وفيتامين دي مثل ما حكينا، هدول مهمين شوي بيساعد الجسم على مقاومه هذا الفيروس. بس نعم. اما اكثر من هيك ما في ضروره للادويه الاخرى يعني. نعم، طبعا يفضل دائما عدم تناول أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب، هذا الأمر مهم جدا. طيب دكتور، مثل ما بنعرف طبعا يعني هذا المرض اللي هو الفلو من أكثر الأمراض تقريبا اللي بيؤدي لحدوث التغيب عن المدرسة وأيضا تغيب عن العمل، فما هي النصائح للأطفال لطلبة المدارس للوقاية من هذا المرض، وخصوصا إذا ما يعني أصيب الشخص بالمرض، هل ينبغي عدم ذهابه إلى المدرسة أم ماذا؟
هلا مثل ما حكينا نحن اهم شيء يعني قائما اطفال يعني انهم ياخذوا لقاح، يجب ان ياخذ الطفل يعني اللقاح، خاصة الطفل اللي عمره يعني بضع سنوات يعني لازم ياخذ اللقاح، لانه هذا اللقاح بيعطيه مناعة وما بيعود يصاب بهالفلو. ثاني شغلة طبعا يعني مثل ما حكينا انه نحن يعني انه نعمل وقاية انه بالبيت يكون كل شيء نظيف، يعني غسيل يد بشكل متكرر طبعا يعني، والغذاء الجيد بشكل عام، يعني هذا كله بيخلي الجسم يقاوم الفيروس يعني. فالراحة، السوائل، الامتناع عن الأماكن الملوثة واللي فيها دخان وأغبرة، بالإضافة إلى أخذ اللقاح، ممكن يعني تخلي أنه ما يعود ينصاب الطفل أو الكبير بهالمرض هذا، وبالتالي ما بيعود فيه تغيب عن المدرسة أو انقطاع عن العمل أو إلى آخره. هلا اذا واحد اصيب يعني وكانت الاعراض عنده شديده، حراره واعياء والم عضلاته يعني كان وصي، ممكن انه يعني بده راحه، يعني ممكن انه يرتاح بالبيت بضع ايام، يعني يومين، ثلاث ايام، اربعه ايام، حسب الحاله، كل حاله طبعا بتختلف عن الاخرى، بحاجه لراحه بالمنزل يعني. بس اما مو اي يعني اعراض بسيطه انه نقول له للطفل انه ما تروح على المدرسه، او نقول له للموظف انه ما تروح على شغلك او الى اخره. نعم طبعا، نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستغرام لايف نور دبي راديو. موضوعنا عن الانفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي مع ضيفنا الدكتور ناصر دعبول، استشاري أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الصدر، الحساسية الصدرية، في مجمع نايسكير الطبي في دبي. طيب، إذا كان الطفل لديه ربو أو استعداد للإصابة بالربو وتعرض للإنفلونزا، ماذا ننصح أيضا؟ وما أخذ لقاح دكتور؟ هلأ طبعا إذا تعرض يعني بده يكون يعني هذا بالضبط، الطفل اللي عنده ربو وصيب بأعراض هيك لازم مراجعة الطبيب ليشخص الحالة، ليعدل العلاج، لأنه بيكون هذا اسمه تفاقم للربو، بيصير تفاقم للربو اللي عنده يعني exacerbation، فبحاجة الطفل لأنه يعدل له الطبيب العلاج الربوي تبعه، وايضا يشوف اذا بيحتاج يعني انه ادويه اخرى، يكون تحت اشراف طبي يعني دائما، يعني ممكن انه اي دواء، يعني في ادويه كمان ما بصير تنعطى بتعرف بالربو، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويديه مثل البروفين وهيك الى اخره، هاي ما بيصير انه الطفل الربو ياخذها. يعني احيانا كثير اهل بنشوف لوحدهم اعطوا الطفل فقامت ازدادت حاله الربو سوء عنده اكثر، وازدادت الاعراض بدل ما يتحسن الطفل. لذلك الاطفال الربويين وخاصة إذا كان عندهم ربو متوسط أو شديد لازم مراجعة الطبيب فورا عند الإصابة بالإنفلونزا إذا ما كان أخذ اللقاح. والشيء الأهم إنه الطفل الربوي مثل ما حكينا أو الربويين سواء أطفال أو كبار لازم يأخذ اللقاح في بداية الموسم في شهر أكتوبر أو فيما بعد يعني. نعم. طيب، رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ليش الكحة ما تخوز عن الواحد إلا بعد 20 يوم بالرغم من أنه يأخذ المضاد الحيوي من وصفة الطبيب وتكوين البلغم داخل الصدر منذ فترة طويلة؟ نعم، لأنه الاحتقان بيستمر يعني، ونتيجة الاحتقان هذا اللي بيستمر بيزيد السؤال. نحن حكينا أنه أعراض الإنفلونزا بشكل عام تشفى خلال 5 أيام إلى أسبوع يعني كحد أعلى، انما السعات في بعض الحالات يستمر اسبوعين او اكثر شوي، لانه بيستمر الاحتقان وبيتراجع بشكل تدريجي يعني. فمفروض خلال الفتره المريض اذا عنده سعال ياخذ مضادات السعال. اما بالنسبه للانتيبيوتيك اذا كان فلو عادي غير مختلط يعني انفلونزا عاديه بدون ما يصير يعني اختلاط، ما في داعي للانتيبيوتيك. طيب، عندي اتصال الاخ ابو عمر. الو، السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. يا عليك السلام، يا مرحبا، تفضل. اهلا وسهلا بك. الله يسلمك، سلم على الضيف دكتور ناصر دعبول معك، تفضل. دكتور، في عندي المدام الله يسلمك دائما اذا يصير لها ضغط وهذا يتسكر عندها الخشم والبلاعيم هني، هي تستعمل بخاخ للكبار، تستعمل بخاخ، اذا تستعمل هذا يوقف عنها هذا كل شيء. بس هي دائما ترد علي وما ادري شو نصيحتكم يا دكتور. هل هو البخاخ انفي ولا بخاخ للعصبات يعني؟ ما اسمعك. شو البخاخ؟ بخاخ بالانف او بالفم تستخدمه؟ لا، في الـ في الـ في الـ في الـ في الانف. يا
يعني غالبا حسب الحاله كانه عندها هي التهاب انف تحسسي مزمن او التهاب جيوب تحسسي. ايوه انرجيك رينايتس. او طبعا هي بدها تكون ايضا تحت اشراف الطبيب، يعني بدها تاخذ مضادات الهستامين بشكل اساسي، في معروفين كثير منهم، بالاضافه الى العلاج الانشاقي يعني اللوكال اللي هو ممكن يكون ستيرويد او غير ستيرويد يتاخذ عن طريق الانف حسب الحاله، يعني الطبيب يوصفه حسب الحاجه، وممكن انه يكون بشكل مستمر او بشكل فقط عند التفاقم الحالي. يعني فاذا كان عند الدكتور وهذا يعطيها الماده هاي مال الانف ويقولها استعمليها، بس هي الحين مدمن على هذا. يعني أنا في بعض البصاقات يعني لا يجوز استعمالها لفترة طويلة. إذا ما تحصل هذا الكتفين، يعني هاي يستخدم فقط في بضع أيام، لأنه إذا بيستخدم المريض فترة طويلة بيصير له أضرار وتأثيرات جانبية أخرى. إنما في بعض الحالات ممكن استعمالها لفترات طويلة. المفروض يعني تشوف طبيب أخصائي تحسس، ممكن نشوف إذا حبيت ونشوف شو المشكلة ونعالج لك إياها. ما في. وأنت يا أخي أبو عمر أنت مزكم كمان؟ جزاك الله خير. أبو عمر معنا؟ أه؟ انت مزكم عم قول بعد؟ لا والله انا كحفي شوي. كحفي بتدخن ولا ما بتدخن؟ لا ادخن. نصيحه الدكتور ناصر انه ما تدخن ان شاء الله. الله يسمعكم ان شاء الله. الله يخليك، شكرا لاتصالك، نتمنى لك صحه والسلامه. التدخين طبعا يعني دائما نتكلم عن التدخين، هو عادة سلوكية ضارة بصحة الفرد والمجتمع، تضر كثيرا وللأسف يعني تفاقم الكثير من الأمراض، وهي عامل من عوامل الخطر التي تؤدي للكثير من الأمراض، سواء كانت أورام أو حتى أمراض القلب والجهاز التنفسي، وحتى للشخص لما بيتعرض دكتور حتى للإنفلونزا وبيكون مدخن الوضع يختلف تماما. خلاص نقدم في المستقبل حلقة خاصة عن التدخين ومشاكله، يعني سبق وحكينا فيها، بس سنقدم حلقة خاصة في المستقبل إن شاء الله. نعم. طيب. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بمتابعتكم عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. موضوعنا عن الإنفلونزا وأمراض البرد والجهاز التنفسي مع ضيفنا الدكتور ناصر دعبول، استشاري أمراض الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية في مجمع نايس كير الطبي في دبي. طيب دكتور ناصر، في أشخاص بيتعرضوا للإنفلونزا أو حتى أمراض البرد وأمراض الجهاز التنفسي العلوي مرات متعددة عديدة خلال يعني موسم البرد، ما السبب؟ نعم، على السبب يعني بدنا ندور عن السبب. على مثلا مريض السكري بشكل عام يعتبر مريض ناقص مناعيا أو عنده نقص مناعة، فهذا ممكن أنه يصاب كذا مرة. مرضى القلب يعني في أسباب كثيرة، كل الأسباب اللي بتنقص مناعة الجسم فبيصير عندهم بدنا نقول إنفلونزا متكررة، أو بيصير عندهم التهابات طرق تنفسية متكررة. طبعا مثل ما بتعرف يعني هو عبارة عن فيروس أو بكتيريا تهاجم الجسم وتسبب المرض، يعني فالجسم بشكل طبيعي عنده وسائط دفاع، إذا كان قوة الفيروس أو البكتيريا أقوى من وسائط الدفاع فيصاب بالمرض. فهون بدنا نشوف شو سبب نقص المناعة اللي عند المريض ونعالجه إياها. طبعا بالنسبة لموضوعنا اللي هو الإنفلونزا، لا شك أنه أي مريض ناقص مناعيا لازم يأخذ اللقاح، يعني مثل ما حكينا بيكون من أهم الفئات اللي لازم تأخذ اللقاح بغض النظر عن العمر. يعني مريض عنده ربو إذا عمره 20 أو 30 أو 40 لازم يأخذ اللقاح، مريض سكري مهما كان عمره لازم يأخذ اللقاح، فكل الأمراض اللي بتسبب نقص في المناعة لازم يأخذ اللقاح بشهر وقت يظهر اللقاح الثاني، لأنه كل سنة مثل ما حكينا بيختلف عن السنة اللي قبلها، لازم يأخذ اللقاح بشهر أكتوبر أو الأشهر فصل الشتاء. نعم. طيب عندي أيضا اتصال للأخ أبو عبد الله. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ عليك السلام يا مرحبا، تفضل. الله يسلمك حياكم. اسمع الدكتور، أنا عندي انسداد في الأنف ومحن تقريبا من 4 سنين 5 سنين، أنا كل ما أصير عند العيادة يعطيني بس البخاخ اللي يفتح، من يفتح الأنف فترة يعني مال يمكن ساعتين، أي غبار أي شيء يعني يصيب دخان يرد الأنف طرف واحد يتسكر عندي ويسبب لي شوية تعب صداع. تميت يعني أكثر شيء مدمن على البخاخ. بعدين حاولتني قطعته وحن بس تم عندي أنف واحد مفتوح، يوم فتح هذا الثاني مسكر، فتح اليمين الثاني يتسكر، وكل ما أصير العيادة يعطيني الدكتور نفس الموضوع، وأنا احترت يعني شو العلاج، قلت ما بي فايدة إلا كذي يعني أتم على نفس الموال.
يعني هلا بحاله مثل حالتك لازم يشاف شو هو السبب. اذا السبب هل هو السبب تحسسي او هو سبب موضعي، يعني في عندك زوائد انفيه او ناميات او الاخره، على حسب الحاله يؤخذ العلاج. وقد يكون العلاج يعني ادويه حبوب او بخاخات، وقد يكون احيانا علاج جراحي. يعني اذا طبيب انف اذن حنجره شاف شيء انه بحاجه مثلا انه ناميات او زوائد انفيه او شيء، ممكن يكون في عمل جراحي. فانت المفروض مبدئيا تراجع طبيب انف اذن حنجره، وبعد منه تحدد شو نوع بالضبط اللي عندك اياه، وبتحدد العلاج بعد التشخيص. يعني هذا بشكل ان شاء الله. مشكور، جزاك الله خير. طيب رسالة أيضا تقول: استفسار عن دواء الكحة مكتوب عليه طارد للبلغم لكن دون جدوى. يعني يستخدم هذا الدواء المكتوب عليه طارد للبلغم لكن ما عم يستفيد. هلا طبعا مثل ما حكينا أدوية الكحة بتساعد شوي على تخفيف الكحة، ولكن يعني دائما هو شيء بتوارد للذهن، وكان سؤال يسأل للطلاب إنه شو أفضل مقشع أو شو أفضل طارد للبلغم. الحقيقة ببساطة شديدة هو الإماهة. يعني شو يعني الإماهة؟ شرب السوائل. إنه المريض يشرب سوائل بكمية كافية، سواء ماء، عصائر، مثل ما حكينا شوربات، كل شيء إلى آخره. فشرب السوائل هو بيساعد كثير على موضوع الـ 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 يعني أول شيء بيقاوم التجفاف ونقص السوائل اللي بيصير بالفلو، وثاني شيء بيساعد على طرح البلغم الموجود في الهذا. الأدوية بتساعد ولكن إلى حد ما، يعني مثل ما حكينا الفلو أدويته يعني عبارة عن هي أدوية عرضية بشكل أساسي، خافض حرارة، مسكن، مضاد سعال، ما بتجيب النتيجة اللي نحن بدنا إياها بشكل كامل، إنما تساعد. الشيء الأساسي مثل ما حكينا الإكثار من السوائل. نعم. وطبعا الغذاء الصحي والراحة وإلى آخره. نعم. طفل عمره سنة ونص تقريبا يعاني من الكلبين الزكام طبعا، ويتكرر تتكرر الإصابة من فترة إلى أخرى، ف ما السبب وماذا تنصح؟ طفل عمره سنة ونصف عم يعاني من الزكام، بدنا نشوف إذا كان هذا الزكام قد يكون ناتج عن حساسية، يعني التهاب أنف تحسسي allergic rhinitis. وقد يكون أيضا إصابة، يعني إذا ما كان عم يترافق مع الأعراض اللي حكينا عنها دائما حرارة ووجع بالحلق وسعال وآخره، قد يكون تحسس المنشأ. وفي هذه الحالة طبعا يجب أن يأخذ علاج مضادات التحسس ويكون تحت إشراف طبيب. اما اذا كان يعني سببه الفلو فبيكون في اعراض فلو، وبالتالي يعالج خلال هالفتره خلال الاسبوع ويشفى، يعني بشكل عام ما بتعود تتكرر عنده الاعراض. نعم. من طبعا السلوكيات اللي بنشوفها كثير دكتور، انه انا باخذ دواء، لنفترض يعني ذهبت الى الطبيب، انا ملتزم وذهبت الى الطبيب واعطاني الطبيب دواء للفلو واستفدت عليه، زميل أو أحد أفراد الأسرة يعاني من نفس المشكلة، أقوم بإعطاء هذا الدواء ليجربه ويستخدمه، هل هذا السلوك صحيح أم ماذا؟ بالطبع هذا السلوك خاطئ، يعني كل حالة مريض تختلف عن الحالة. بس شائع كتير دكتور. نحن حكينا بالعلاج والوقاية بمبادئ أساسية، ممكن أي واحد يستعملها مثل الآخر. يعني حكينا عن الراحة، حكينا عن السوائل، حكينا عن المسكنات، حكينا عن التبخيرة، حكينا عن الغرغرة، حكينا عن تناول الطعام الصحي، حكينا عن الابتعاد عن التدخين، النظافة الشخصية، أيضا النوم الكافي. اما موضوع الادويه واحد يقلد الثاني ما بيصير. هدول الاشياء اللي بحسن اي واحد يقلد فيهم الثاني، اللي هن طرق العلاج اللي حكينا عنهم ببساطه. اما موضوع الادويه، موضوع دواء ممكن يكون مؤذي، يكون له تاثيرات جانبيه، لا يجوز. الطبيب لما بيوصف الدواء بيعرف شو عم يوصف ومن اي عمر بيوصف الدواء. كل مريض حالته تختلف عن المريض الاخر، لا يجوز اخذ نفس الدواء. نعم. وحتى أيضا لا يجوز أن نزيد الجرعة، دائما الالتزام بإرشادات الطبيب، بما طبعا الطبيب سواء من حيث المدة الزمنية بالنسبة للدواء أو حتى من حيث الجرعة، ونتمنى دائما الالتزام بنصائح وإرشادات الطبيب. آخر نصيحة دكتور للوقاية من هذا المرض الذي يصافحنا جميعا. آخر نصيحة مثل ما حكينا الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المنزل بشكل يومي، حتى بدون ما نكون مرضى الإنسان يلجأ للغسيل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر. تكون المنازل فيها تهوية، فيها شمس، فيها نظافة، يعني ما يكون فيها غبار. الامتناع عن الأجواء بشكل خاص المقاهي والأجواء اللي فيها تدخين، لأنه هذه دائما بتكون مسبب يعني أساسي. كثير من الناس بنشوفهم لما بيكون مثلا راح على قهوة أخذ شيشة أو أرجيلة، ثاني نهار مرض.
فيعني بننصح تجنب هالأشياء هاي والمحاولة إنه الإنسان يعيش بشكل صحيح قدر الإمكان يعني. طيب ممكن وصفة لتحسين الصوت؟ ما بعرف هذا طبعا يمكن كان ممكن يجاوبنا عليه الدكتور رضوان كلش في مجمع نايسكير الطبي. طيب كل الشكر لي. وصفة لتحسين الصوت ممكن تشرب سوائل دافي. نعم. بس سخنة كتير ولا باردة. ممكن تستعمل أيضا كمية من العسل ضمن هذا السائل السخن. وراحة الصوت هي أساسية لحتى أنه يرجع الصوت لوضعه الطبيعي. نعم غلبناك معنا اليوم دكتور ناصر. كل الشكر للدكتور ناصر دعبول استشاري أمراض الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية في مجمع نايس كير الطبي بدبي. دكتور ناصر شكرا جزيلا لهذه المعلومات. شكرا دكتور بسام وشكرا لإذاعة نور دبي وإلى اللقاء.